سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في رودي غارسيا في مباراة الليلة. التعاون في هذه الأمسية يلعب بتشكيلة فيها مايل مقابل أربع مباريات انتهت بالتعادل. كريستيانو داخل منطقة الجزاء محاولة برونو رونالدو أمام أكثر لاعب وبعد ذلك تغطية وتدخل وإبعاد الكرة مع وجود حالة تسلل في اللقطة الماضية على كريستيانو رونالدو. رونالدو حاد شباب حاليا يملك 40 نقطة مع الاتحاد. كريستيانو محاولة برونو رونالدو تسديد الكرة لكنها مرت خطير الكرة من جانب صاروخ ماديرو وعدت على يمين حارس المرمى. أخطر محاولة نصراوية وأول بداية في الجولة الماضية بقوة وذلك بأعلى تقييم وصل إلى 9.5 في أدائه الكبير اللي قدمه في المباراة الماضية. على جهة اليسار نحو كونان بناء هجمة لمصنع النصر عرضية حلوة خطيرة لكنها مرت أمام التعاون. الاعتماد على ثلاثي مهداوي ميدران كاكو لمسة أمامية يحيى يحاول المرور يحيى بتسديدة لكنها فردية وكان فيها أناني بعض الشيء في اللقطة الماضية. تسديدة جاءت بعيدة لضربة مرمى بعيد الكرة وصل إلى أيمن يحيى مصراوية بعد 14 دقيقة كرة بينية لكنها سهل. يمكن أن تشاهد أو تكون إثارة أكبر في الدقائق القادمة من أحداث هذه المباراة. كرة من جانب طريقي كاكو يحاول بناء هجمة أفضل صانع أهداف في الدوري حتى الآن الشباب و37 نقطة للنصر. طويلة الكرة محاولة باتجاه غريب يصل كرة غريب مر غريب بكرة خطفها بروعة كبيرة وأنهاها بشكل جميل. الله اللقطة غريب يا عيني غريب. النصر يتقدم بالهدف الأول بعد تمريرة في منتهى الروعة ونهاية ولا أجمل ولا أروع بجانب عبد الرحمن غريب. يسجل النصر الهدف الأول في هذه الأمسية بعد 17 دقيقة لاعب في ملعب مرسول بارك. وبعد تمر مرة أخرى إلى هزازي التعاون يحاول في هذه الأثناء مع كرة عرضية خطيرة لكنها أيضا في قاب نصراوية. طلب الكرة من جانب غريب وأيضا من جانب كريستيانو سامي بكرة لكنها بعيد. غريب يحاول مرور عبد الرحمن يبحث عن التمرير تأخر وبعد ذلك لازال يحافظ على كرته ما زال تسديدة وكرة مرت بمحاذاة القائم. حلوة اللقطة الماضية جميلة لمصلحة علي الحسن بعد تسديدة من خارج المنطقة ومجهود كبير جدا من عبد الرحمن غريب في الكرة الأخيرة اليسار. محاولة إلى فهد الرشيدي فهد الرشيدي تمريرة باتجاه تاومبا في نواف العقيدي عرضية أخرى خطيرة وكونان يبعدها في اللحظة الأخيرة. لمسة نصراوية في جهة اليمين محاولة بكرة عرضية لكن الدفاع تعاون لمسة تصل على جهة اليسار محاولة إلى سليمان هزازي بكرة عرضية لكن التغطية يحاول يمر أمام التغطية تبقى لمصلحة كونان. محاولة نصراوية بكرة عرضية خطيرة لكن الدفاع إلى 40 نقطة تصل كرة لمصلحة التعاون بأمامية إلى تومبا خطيرة جدا وكرة داخل منطقة الجزاء خروج كان خاطئ من جانبي نواف. هزاز يلعب كرة للقائم الأول لكن فيها تغطية تدخل من نواف العقيدي بكرة نحو القائم الأول خطيرة إلى تاومبا داخل منطقة الجزاء وتسديدة لكنها صدمت لازالت خيب يبحث عن مرور بعدها من الأول مرت بتمريرة حلوة لغوستافو ولكنها بعد كرة من لويس غوستافو على الجهة اليمنى. محاولة مصراوية بكرة عرضية كريستيانو تحضير إلى علي الحسن في مكان خطير وباتجاه كونان تمريرة خطيرة لكن الدفاع لصاروخ ماديرا رونالدو بتسديدة لكنها سهلة المرة الأولى التمويل. هنا كادش في التغطية كادش في محاولة الإبعاد تبقى نصراوية سامي النجعي إلى أيمن يحيى تسديدة لكنها في يد الحارس. حلوة اللقطة الماضية قوية من جانب أيمن يحيى ولكنها بعد ذلك في يد حارس المرمى. أثناء ساعدها التعاون مرة أخرى عن طريق كاكو لمسة خطيرة إلى فهد الرشيدي في محاولة تمرير الكرة لكنها بدون تركيز أقرب إلى كونان علي الحسن غوستافو ثم كونان الجبهة اليسرى النصراوية تمريرة لكن عائد لتأدية أدوار الدفاعية. غريب يحاول يمر أمام أكثر من لاعب روعة كبيرة إلى رونالدو ثم بعد ذلك إلى عبد الرحمن غريب. كرة تصل حلوة باتجاه غريب سامي النجعي داخل منطقة الجزاء خطيرة إلى غريب لكن الكرة بعد ذلك أقرب البحث عن حلول لويس غوستافو على حدود منطقة الجزاء أمامية لكن التغطية من جانب كادش
تعاون باب محافظة باب أكثر من لاعب يعدي ويبحث عن الحلول بلمسة حلوة على جهة اليسار المرمى بدران خطيرة وكرة عرضية داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع تصل الغامدي محاولة داخل منطقة فرصة لمصلحة التعاون بكرة عرضية لكن التغطية مرقة هجومية لمصلحة غريبة على جهة اليسار خطيرة النصر عبد الرحمن بكرة أمامية حلوة وكرة ولمسة وصافرة وبعد ذلك الكرة إلى يد حارس المرمى لا يوجد ركلة جزاء في قرار الحكم لمسة اليد كانت موجودة لكن الحكم اعتبرها بريكليس جاموس كانت فعبي سميحان النابت على حساب فهد الرشيدي تصل الكرة لمصلحة سعد الناصر جهة محمد الغامدي الباحث عن كرة عرضية خطيرة المارو بدران يتعادل للولفز بروعة كبيرة 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 بروعة كبيرة وعرضية جميلة ونهاية والأجمل في اللقطة الماضية تمكن المارو بدران لمصلحة الولفز من العودة إلى أحداث هذه المباراة هدف والأجمل والأروع من مدريدي سابق في شباك النصر الفارو بيدران بعد عمل كبير في اللقطة الماضية الناصر الغامدي بعد ذلك عرضية والأروع بدون أي متابعة بعيد في اللقطة الماضية الدفاع النصراوي متوقع أن يكون شرس وكبير يا غريب يا غريب رونالدو الكرة وفرصة يا غريب قوة في هذه الأثناء كونان يلعب كرة إلى نجح حلوة 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 لكن التغطية من جانب رونالدو يا الله حلوة المباراة في هذه الدقائق لمسة ولا أجمل لمصلحة النصر تغطية ولا أروع من جانب رونالدو هذه الكرة الأخيرة هذه الكرة ميدران على جهة اليسار حلوة وخطيرة سميحان داخل منطقة الجزاء بكرة وفرصة لكنها في يد الحارس على مرتين يا الله كم كانت خطيرة طال غنام إلى أيمن يحيى يحاول اختراق الدفاع أيمن بكرة أي كلام سهلة لحارس المرمى أظن سيكون أو تصل إلى كريستيانو رونالدو على جهة اليسار صاروخ ماديرا يحاول يمر رونالدو يتعاون للمحافظة على النتيجة كونان بكرة عرضية نحو القائم الثاني خطيرة وبعد ذلك إبعاد من الدفاع في اللاعب رأيك هذا بدران على جهة اليمين إلى محمد الغامدي البحث عن كرة عرضية بذات الشكل لكنها عبد الرحمن بلمسة باتجاه صريهم عودة وأيمن يحيى قوية اصطدمت في الدفاع وأخرى تسديدة بعيدة من صريهم هل كان فيه لمسة يد في اللقطة الماضية هل فيه ركلة جزائية نصراوية راح نشوف الإعادة ما إذا كان فيها لمسة يد أم لا لقطة قتم هديوي لمسة بالكعب حلوة باتجاه تاومبا على حدود منطقة الجزاء تاومبا مر وكرة وفرصة الدبابة تاومبا يسجل الثاني للتعاون يا إلهي هدف للولفز هل كان في شك بوجود تسلل في اللقطة الماضية على تاومبا هل كان في تسلل على تاومبا في لقطة الهدف شوفها مرة أخرى مهديوي لا في شك بصراحة على تاومبا لكن مش متأكدين إذا كان متسلل أم لا الهدف انت من أيمن يحيى حلو على اليمين الغنام بكرة عرضية اليمين ليست لأحد سهلة بعد ذلك خطيرة الكرة وفرصة لكنها بعد ذلك إلى ركنية من لا شيء رونالدو من لا شيء رونالدو كسب الكرة وكسب ركنية وكاد أن يكسب حتى على طريق كاكوب يلعب الكرة العرضية الخطيرة بالرأس لكنها بعيدة وبعد ذلك تحولت إلى ضربة مرمى بحث عن الحلول بكرة خلفية تصل بعد ذلك إلى عبد المجيد صراهم تسديدة قوية لكنها في هذا الحال صعبة للغاية ما شاريبوف يحاول تمريرة لمصلحة جوستافو تسديدة وكرة ومادو سجل لكن رونالدو متسلل مادو سجل لكن رونالدو متسلل في اللقطة رونالدو كان في مكان التسلل نشوفه مرة أخرى تسديدة لويس أعطينا اللقطة للتأكد ما إذا كان في تسلل على كريستيانو رونالدو أم لا نعم والله في مدافع في الصورة مش عارف لقطة مثيرة للجدل يمكن يتأكد منها حكم المباراة يتأكد منها حكم المباراة ما إذا كان فيه